هلا وغلا فيكم أعزائنا المشاهدين، ومرة جديدة ووقت جديد نقضي معاكم في المجلة السعودية، وحياكم الله. فلما رأى يسوع وهو على الصليب أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. يوحنا 19:26. كثير من إخوتنا المسلمين يقولون: كيف ربكم يسوع المسيح يقول لأمه يا مرأة؟ ليش ما يحترم أمه مثل ما قال بالوصايا: أكرم أباك وأمك؟ في الحقيقة أنا كنت أسأل نفسي نفس السؤال: كيف يقول المسيح تبارك اسمه لأمه كده؟ وكنت أفكر: يا ترى هل كانت هذه الطريقة بالكلام مع الأم مقبول أيام زمان؟ قلت أحسن شيء أني أبحث بنفسي ومن خلال قراءة التفسير، وهم شيء أسأل الله نفسه، أسأل الروح القدس اللي يخش أعماق الله ويخبرك بكل شيء. هناك تفسير بتقول أنه المسيح تكلم مع أمه بقوله يا امرأة لأنه كان يخاطبها بصفته اللاهوتية، يعني كإله. طيب ليش ما يخاطبها بصفته الناسوتية، يعني بالجسد؟ سألت نفسي هذا السؤال وسألت روح الله الساكن فيه. الروح القدس يقول لك زي ما قال لي أنه هناك شيء أهم من هذا بكثير. ربنا ما هو إله استعراضات أو تكشيخات، ربنا وديع ومتواضع ويهتم بك. ربنا ترك عرشه وانصلب بدالك علشان أنت تلاقي خلاص. الرب يسوع المسيح مش بس يبي يتكلم معك كإلهك، لكنه يبي يتكلم معك مثل الواحد يكلم خوية. ليش؟ لأنه يحبك ويعشقك مثل ما كان يحب ويعشق أمه بالجسد، وكان حريص على مشاعرها زي ما هو حريص على مشاعرك أنت بعد. حاول أنك تحس وتشعر باللي كانت تشعر به القديسة مريم العذراء. ابنها وفلزة كبدها ينصلب قدامها وحيموت وما حتشوفه تاني. تخيل أنه واحد بينقص اليوم مثلا بساحة الجفالي، وأمه واقفة تشوف ولدها مغمض العينين وينزلوه من سيارة السجن ومربوط اليدين، والسياف من خلفه بأي لحظة يسحب السيف ويقص الابن. كيف حيكون شعورها؟ كيف حيكون شعور القديسة مريم لو المسيح تبارك اسمه قال لها يا أمي يا حبيبتي وهو على الصليب؟ بالتأكيد حيزيد عليها حسنها أضعاف مضاعفة. لكن الرب يسوع المسيح تبارك اسمه رب الأرباب وملك السماوات والأرض والبداية والنهاية، حبيبي وسيدي ومخلصي، اهتم حتى بمشاعر أمه القديسة مريم العذراء، وكان يفكر فيها وهو على الصليب، بدليل أنه قال له يوحنا هو ذا أمك، اهتم بها. ما أعظمك يا يسوع، ما أعظم اسمك. تعال اليوم له وخليه هو يهتم بمشاعرك وحاسيسك أنت بعد. بركة المسيح معكم.
صلي بصلي يسوع فداني غفر ذنوبي واخذ مكاني ستر عيوبي بصلي بصلي يسوع فداني غفر ذنوبي واخذ مكاني ستر عيوبي لما انصلب عني من جيد أطلقني خلصني حررني بحبه العجيب بالصليب 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 الحق والرحمة البر والسلام وغنى النعمة لا جنب التمام جاخذ العقاب وتحمل العذاب وسدد الحساب وفتح الأبواب الحق والرحمة والبر والسلام وغنى النعمة تلاقت بالتمام جاخذ العقاب وتحمل العذاب وسدد الحساب وفتح الأبواب لما انصلب عني من جيدي أطلقني خلصني حررني بحبه العجيب بالصليب 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 مسيح الصليب ولا حد دونا ما زال المجال مفتوح للنجاة واليوم تعال تمتع بالحياة خلاصه قريب للي خافونا مسيح الصليب ولا حد دونا ما زال المجال مفتوح للنجاة واليوم تعال متع بالحياة لما انصلب عني من جيدي أطلقني خلصني حررني بحبه العجيب بالصليب 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 يسوع فداني غفر ذنوبي واخذ مكاني ستر عيوبي بالصليب
الصليب يسوع فداني غفر ذنوبي واخذ مكاني ستر عيوبي لما انصلب عني من جيدي اطلقني خلصني حررني بحبه العجيب بالصليب 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 سنة معنف في خيبر محافظة خيبر المدينة المنورة ومجوع ومسجون له تقريبا سنتين وهذا هو حالته زي ما انتم شايفين جوع وضرب على الراس تخلف في محافظة خيبر في تابع للمدينة المنورة الآن هو في المستشفى نرجو من المسؤولين يحولون للتأهيل الشامل أعزائي المشاهدين اليوم حنتكلم عن مشكلة تربية العيال الضرب المسيح يقول دعوا الأولاد يأتون إلي مش اضربوهم في آية بالكتاب المقدس تقول وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء فقال لهم يسوع نعم أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا متى 21:16 في ذلك الوقت قال يسوع أحمدك أيها الأهب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذا عن الحكماء والفهماء وعلنته للأطفال متى 11:25 يا جماعة الخير اليوم في عندنا مشكلة مهمة جدا في عالمنا العربي والخليجي بشكل خاص والسعودية كمان هذه مشكلة متعلقة في تربية العيال من وين جاءنا الضرب؟ من وين كنا احنا نضرب العيال وليش هذه المشكلة مستفحلة عندنا في بلادنا الإسلامية لأن الضرب يخلي البذر مكسور ضعيف الشخصية ومهزوز وجب علينا إلقاء الضوء على هذه المشكلة معرفة أسبابها وطرق علاجها على الرغم أن عندنا حنا البدو عادة زينة وهي أن نخلي العيال يجلسون مع الرجاجيل وقت العزايم ويصبون القهوة ويفرشون السفرة لكن للأسف ظهرة الضرب موجودة من وين جاءت هذه الظاهرة؟ لكن سأختم بكلمة من الكتاب المقدس وقدموا إليه الأولاد لكي يلمسهم وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم فلما رأى يسوع ذلك اختاص وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله مرقس 10:13-14 واو شفت كيف المسيح حل هذه المشكلة؟ يبغاك أنت كأب وأنت كأم تصيروا صغار بالتفكير مثل عيالكم تتنازل يعني بالتفكير لهم
وإذا صرت تفكر بنفس طريقة تفكير العيال، نفس تفكير طريقة تفكير أطفالك، حتعرف ليش هو غلط هذه الغلطة اللي كنت حتضربه عليها، وحيكون علاج الأمر بشكل مختلف عما هو الحال الآن. حتتبع أسلوب النصح بدل الضرب، لأنك تعرف أنه ابنك أو بنتك غلط عن غير قصد نتيجة جهل. بنفس الوقت حيمتلئ قلبك بالمحبة والرحمة، وعيالك بيلاحظون هذا الشيء، بتخلص أنت وأهل بيتك كما وعد الكتاب المقدس يسوع المسيح، له كل المجد. جماعة الخير شاركوني هذه الصلاة ونصلي من أجل عيالنا. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك، نقدسك، لك كل المجد يا سيد العظيم. جايك يا رب، جاي لعرش النعمة، عرش المحبة. أنت إله الحب، إله المحبة يا رب. حط في شعبي يا رب أنه نحب عيالنا أكثر وأكثر، ننظر لهم زي ما أنت تنظر لنا. أعطينا يا رب ننزل بالتفكير اللي عندهم عشان نفهم هم ليش غلطوا، عشان نعرف كيف ننصحهم. أعطينا الحكمة كيف نربي عيالنا يا سيد العظيم. أعطينا يا رب قلبك عشان نحبهم مثل ما أنت تحبهم. بالمسيح يسوع لك كل المجد. آمين. الله لنا ملجأ وقوة، عونه متوافر لنا دايم في الضيقات، علشان كذا ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تهيج وتزبد مياهها، تتزلزل الجبال من عنف جيشانها، تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم من الجريان. الله في وسط المدينة فما راح تزعزع، يعينها الله في الفجر المبكر، ما جت الأمم وهاجت فتزلزلت الممالك، ولكن ما إن دوى بصوته حتى ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، تعالوا وشوفوا أعمال الله اللي صنع عجائب في الأرض، يقضي على الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار. استكينوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أعزائي المشاهدين، وصلنا لفترة الاختبارات اللي هي كلنا ننتظرها. اليوم وصلنا اختبار من الأخت فايزة من لبنان، تقول: نود أن نشكركم فعلا على هذه البرامج المميزة التي تعرض على قناة الحياة يوميا، إنها منارة للمسيحيين في جميع أقاصي الأرض. في ظل هذه التحديات الإعلامية الأخرى، أنا من عائلة مسيحية متدينة، ولكني مريت بظروف اجتماعية صعبة جدا، مما أدى لفتور ملحوظ في علاقتي مع الرب يسوع لمدة معينة، ولكن عمل الرب في داخلي من جديد فدفعني لمشاهدة قناة الحياة يوميا، وعاد لي حرارة الإيمان، وأصبحت اليوم مشاهد فعليا لقناة الحياة. آمين يا أخت فايزة، إحنا نصلي لك وإنت صلي لنا، عشان إحنا دائما نصلي دائما أنه نجيب كلمة الرب من قلب الرب ونعطيكم إياها. فاجعلونا في صلاتكم وأنتم في صلاتنا، بالمسيح يسوع، آمين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ومحبة الله وبركاته. كمواطن مسيحي لك الحق في المشاركة السياسية والانتخابية برأي حر وبدون أي ضغوط أو تدخل من الكنيسة. فالكنيسة لا تفرض توجهات سياسية معينة على أحد، ولا ينبغي أن يكون لها توجهات سياسية أصلاً. فدور الكنيسة دور روحي، إنساني واجتماعي، وليس سياسي أو تشريعي أو قضائي. فبناء الفرد والمجتمع بشكل صحيح كفيل أن يبني سياسة سليمة عادلة ومش العكس. فالمسيحية لا تتدخل في القضاء ولا تشرعه ولا تفرض إيمانها على أحد، ولا تتبنى أو تدافع عن مواقف سياسية معينة، لكن عن مواقف ومبادئ وأخلاق إنسانية بحتة، مثل الحريات والمساواة والعيش المشترك والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. لذلك نلاحظ سعي الكنيسة الدؤوب في نشر وترسيخ تعاليم السيد المسيح السامية في حفظ وحماية الفرد والمجتمع، وبث روح المحبة والتعاون بين كافة أفراده. أما قوانين الدولة وتنظيماتها الداخلية والخارجية فلا تتدخل فيه الكنيسة لا من بعيد ولا من قريب. أما رأيها فيما يتعارض مع تعاليم ووصايا السيد المسيح فإنها ترفضه دون أن تفرضه، وهنا الفرق. كما أن الكنيسة ضد أي نظام قمعي أو ظالم أو غير إنساني، ومع الحقوق والمساواة بين كل أطياف الشعب الواحد مهما كانت معتقداتهم أو خلفياتهم أو توجهاتهم، ومنحهم ما يضمن لهم جميعاً الحرية والعدالة والاحترام والحقوق المبنية على المواطنة، وليست المبنية على دين أو عرق أو انتماء سياسي أو ديني. فاحترام الإنسان ومحبته هم قلب المسيحية وروحها، وهدفها الأسمى أن يعيش جميع الجميع بمحبة وسلام في وطن صغير أو عالم كبير. ولك أن تنظر حولك وتشوف حال الدول اللي يتدخل فيه الدين بشكل مباشر أو فظ أحياناً، خاصة في شؤونها السياسية أو القضائية، ولاحظ كيف تدهور فيه حقوق الشعب وخاصة الأقليات، ويواجه فيه كل مخالف لرأي وتوجهات الدين الحاكم بالقمع والاضطهاد والتمييز. فالحكم والحقوق هنا يملكها الأقوى أو الأكثر، فيتعرض فيه المختلفين عن دين أو مذهب الدولة للاضطهاد الديني والاجتماعي والفكري وحتى السياسي والاقتصادي، ولا تتساوى فيها لا فرص العمل ولا فرص الدراسة ولا حتى فرص الحياة، ويعيش كل المختلفين وليس المخالفين لدين الدولة في أوطانهم مواطنين درجة تاسعة أو أغراب في وطنهم، تسلب حرياتهم، ويصل الأمر أن يقتلوا أو تحرق بيوتهم ودور عباداتهم عليهم وبدم بارد وأحياناً بغطام الدولة، وتطبق عليهم حدود شرعية خاصة بدين معين ليسوا من أتباعه. فتجد في بعض الدول الإسلامية ينفذ حد الجلد مثلاً في شارب الخمر حتى لو كان غير مسلم، في حين المفروض تطبق الحدود على المسلمين فقط، وتستبدل بعقوبات مدنية للمخالفين لنظام الدولة من غير المسلمين. لذلك تقر المسيحية وتؤيد فصل الدين عن الدولة، وليس فصل الله عنا أو عن حياتنا. فيجب علينا كمسيحيين أن نتعامل مع الدولة من خلال تعاليم المسيح المطالبة لنا أن نكون مواطنين صالحين خاضعين ومحبين وبنائين لدولنا أو للدول المقيمين فيها. فتعطي ما لله لله أو ما لقيصر لقيصر. فالله لا يتدخل في نظام وقوانين الدول، ولكن تركها لنا إحنا البشر لنتعامل معها ونحددها بأنفسنا. فهناك أمور ثابتة غير خاضعة للتغيير أو التبديل أو التطوير، وهي تعاليم الله ووصاياه لنا، مثل المحبة والعدل والمساواة وقبول الآخر والرحمة. فمحبتي لله وللآخرين ثابتة، وأن أكون عضو صالح في المجتمع مطيع للحكومات أمر ثابت، وكذلك الحقوق ثابتة ما تتغير،
فهذه كلها مبادئ مسيحية ثابتة وغير متغيرة. لذلك اهتم المسيح بالتعاليم الإلهية الثابتة واللي تشكل نواة طيبة نحدد من خلالها آلية التصرف والتعامل مع المتغيرات. وهناك أمور أخرى عرضة للتغيير حسب الظروف والمعطيات الزمنية والجغرافية، فالعالم يسير دائما للأمام ويتغير باستمرار، ووضع قوانين ثابتة له ستضع الناس في مأزق مع الله. فاليوم مثلا فيه فضاء وطيارات وسيارات وقوانين مرور وحكومات متغيرة وهجرة من بلد إلى بلد وأمور حديثة تحتاج إلى قوانين وأنظمة جديدة وعصرية. لذلك تركها الله لنا كحكومات أو أنظمة لنتعامل معها. فالله لن يرسل لنا كل سنة نبي علشان يعلمنا نتعامل مع كل شيء جديد. فقيصر اليوم هو النظام والقوانين والأنظمة وليس الشخص الحاكم، وعلينا كمسيحيين احترامها والتقيد فيها والتعامل مع حكومات بلادنا والبلاد أو البلاد المقيمين فيها بكل محبة وطاعة وخضوع، ونكون أعضاء فاعلين في مجتمعنا. فاليوم يحكم قيصر بقوانين تختلف عن أمس، وبكرة بيكون غير اليوم، وهذا ما يسمى بالمدنية أو فصل الدين عن الدولة واللي يطالب فيه العالم كله. أعيد، فصل الدين عن الدول، مش فصل الله عن الإنسان، لكن فصل يضمن للناس حقوقها ويمنحهم العدل والأمن والحياة الكريمة ويحميهم من الاضطهادات والعنصرية. فالحقوق تعطى بحسب المواطنة وليس بحسب دين أو أغلبية، فالحق مكفول من الله والدولة بقوانين عادلة تجعل الأغلبية مساوية للأقلية، والقانون يطبق على الكل. نظام يكفل للإنسان حقه في أي مكان وأي زمان، ويضمن علاقته بالله والوطن في قانون وإرشاد إلهي دلنا عليه المسيح من 2000 سنة، فنعيش حياة كريمة نعطي فيها ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فشكرا لله على إرشاده، وشكرا لكم على المتابعة، والله يرعاكم ونشوفكم على خير. في أمان الله.